الوغ زيت الزيتون كنلقاو بعض زيت الزيتون خاطره وبعض زيت الزيتون خفيفه، فهذا راجع العديد من العوامل. العامل الاول هو النوعيه ديال شجره الزيتون، لان مثلا كاينه شجره الزيتون الان تختلف حسب كل فصل، عفوا كل سنه. كاين السنه اللي تعطينا 15%، معناتها 15% ان كل 100 كيلو كتعطينا 15 يترو. كاين العام اللي تعطينا 20% وكاين العام اللي تعطينا 10%. اذا العامل الاول هو ذاك الاصل ديال شجره الزيتون. الحمد لله انا اتحدث على شجره الزيتون اللي كاين في المغرب، شجره الزيتون اللي هو بلدي. العامل الثاني هو طريقه الطحن، والحمد لله احنا وصلنا هذه الرساله، والرساله وصلت بـ 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 بالدليل ان رده الفعل الحمد لله ايجابيه. الناس ما بقاوش كيديروا الملحه في الزيتون ملي كيتطحن، وحتى الستوكاج ما بقاش، يعني الزيتون كيهبط من الشجره مباشره كيمشي للمطحنه، فهذا شيء صحي ويحسب لهاد الناس وكنشكرهم هاد الناس هادو اللي مشاو في هذا الاتجاه هدايا. يعني قلت المساله ديال الاصل ديال زيت الزيتون، الطريقه ديال الطحن ديالو، الطريقه ديال الحفظ ديالو، فهادو ما بثلاثه كيحكموا على زيت الزيتون واش تكون خاطره، واش تكون خفيفه، واش تكون ذات جوده، او لا تكون الجوده ديالها منخفضه. يعني احنا بالنسبه لنا هاد المعايير لما كنحترموها غادي تكون الزيت بجوده جيده. الزيت كتكون خاطره لان كاين بعض الناس كيطحنوا مثلا زيت الزيتون كيكون الزيتون باقي شي شويه اخضر، وانا انصح بهاد زيت الزيتون اللي كتكون، لان الناس ربما كيخافوا من زيت الزيتون اللي كتكون مره واللون ديالها اخضر. بالعكس هذه زيت الزيتون الله سبحانه وتعالى كيقدر على زيت، يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم: وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين. فانا احبذ هاد الماده، لان هاد الماده هي ماده الاولوروبيين. والزيت الجوده ديال الزيت قلت انا فيها هاد المعايير، ويجب هاد المعايير ممكن نعيشوهم كاملين. ممكن نشوفوا الزيتونه ومنين جاي الزيت، ونحضروا على التعصير ديالها، ونديو معنا هاد زيت الزيتون الدار. يعني ممكن ان نتحكم 100% في الجوده ديال زيت الزيتون اللي ممكن نقتنيوها ونعطيوها لوليداتنا. نعم، تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.